السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير. كنتمنى تكونوا بصحه جيده وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو في حلقه اخرى من حلقات الى مدسي اون كارس. باش نحيد هذيك الاسطوره ديال الزاج في المي في الطوموبيلات، نشوفوا القانون شنو كيقول في الماده 92 الفقره الثالثه بالضبط. ان يكون باستمرار يعني السائق على استعداد في وضع يمكنه من القيام بسهوله وعلى الفور بكل المناورات الواجبه عليه، ويجب الا تنقص امكانيه انتباهه وحركته ومجال رؤيته على الخصوص بسبب استعمال اجهزه او بسبب عدد المسافرين او وضعهم او بسبب الاشياء المنقوله او بسبب وضع اشياء غير شفافه على الزجاج سواء من الداخل او من الخارج. اخي المواطن اختي المواطنه، القانون راه ما كانش دقيق، يعطى الحريه لرجل الامن واش داك الزجاج دانتي ولا داك الزجاج فيما، واش هو بنسبه 100 ولا 50 ولا 25، واش هو تيسمح لي تشوف من خلاله ولا ما تشوفش من خلاله. بالتالي باش انت تحيد عليك هذا الشك كامل وما تخليش الحريه لرجل الامن انه هو اللي تدخل فيك، ملي خرجتي الطوموبيله بزجاج دانتي ولا زجاج فيما ولا مشيتي لا ميزون درتيها طلب لاطيستاسيون، تقول لي بان الزجاج هذا راه دار في لا ميزون. الا انايا بحربي ندير زجاج دانتي نمشي عند واحد الشركه اللي هي مختصه صات زوجاج تانتي زوجاج فيما ما كايناش، كنمشي لا ميزون ما كايناش بلاش بالناقص من داك زوجاج تانتي، دير الخاميات ما بقيتش تخلي راسك عرضه لواحد القرار ديال واحد رجل الامن اللي هو تيدير يخدمته. الناس اللي خدامين زوجاج فيما زوجاج تانتي راكم بحال خدامين خارج القانون، لانه ما كتعطيوش لاطيستاسيون. هاد الخدمه هادي صافي راه بغات تسد الدوله تفرقوا عليها، عطيوها اتساع. السلام عليكم.